متتبعي قناه انفاس بريس، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص اللي غنناقشوا فيه التبعات الدوريه تاع وزاره الداخليه على قطاع سيارات الاجره. اخر الدوريه اللي اثارت جدل في الاونه الاخيره هي الدوريه المتعلقه الدوريه رقم 750 اللي مجموعه من النقابات قالوا من المستحيل تطبيق هذه الدوريه لانها تتمس يعني واحد الارزاق تاع مجموعه من المهنيين تاع النقل. من اجل مناقشه القضايا وقضايا اخرى ترتبط بقطاع سيارات الاجره نستضيف السي مصطفى الكحيل الامين العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل. السي مصطفى مرحبا بك. مرحبا سي احمد والتحيه. سي مصطفى، الدوريه تاع وزاره الداخليه اللي تتنظم قطاع سيارات الاجره على المستوى الوطني يعني تتصدر، ومهني وبعض مهني النقل باقين يعني تنتقدوا هذه الدوريه هذه، علما ان البعض يقول بان الدوريه جاءت من اجل تنظيم القطاع التي حتى واحد ما تنفي انه تعرف واحد تعيش واحد الفوضى. اشنو الراي ديالك انت؟ هو بالفعل سي احمد، الدوريات الوزاريه اللي صدرت مؤخرا في شهر ابريل خلال هذه السنه خلقت واحد يعني واحد الغليان في وسط مهني قطاع سياره الاجره على الصعيد الوطني. ومن اكد واحد المساله، لان الاختلال في هذا الشان هذا بدا من الوزاره الداخليه، يعني من الاداره، يعني اصدار هذه الدوريات ما تبناش على يعني على واحد المقاربه تشاركيه كما ادعى السيد الوزير في الدوريه 444 عفوا في الديباجه ديالها في المقدمه ديالها، اللي قال على انه كان تشاور كان حوار مع جميع الهيئات. حنا كننفيو هذا الشيء، تحاور مع خمسه النقابات مع الكاتب العام للوزاره. الحوار دائما تيكون مع النقابات الاكثر تمثيليه، ما يمكنش اي وزاره ما يمكنش يعني تحاور مع النقابات كلهم، خاصه ان هذا القطاع تاع النقل الطرق ديالكم فيه مجموعه من النقابات وفيه مجموعه من الجمعيات وفيه مجموعه تماما تيارات. اللي معروف في المغرب بناء على يعني القانون المتعلق بالعلاقات الحكومه في الحوار الاجتماعي مع المركزيات الاكثر تمثيليه في التفاوض مع الحكومه وليس ماشي مع قطاع وزاري. بمعنى ان الاكثر تمثيليه في القطاع النقل الطرقي ما كايناش عند الاكثر عند المركزيات الاكثر تمثيليه. الاكثر تمثيليه عند النقابات قطاعيه بطبيعه الحال اللي عندها واحد الشريحه واسعه ربما اكثر حتى من عند النقابات. والدليل راه معروف، والوزارات تمكن من المعطيات ومن التقارير اللي كترفع عليها على الصعيد الوطني. هذا امر. الخلل هو ان السيد الوزير مفروض ان في الدوريه كما قلت 444 و750 التي افاضت الكاس، وانا غادي نوضح بالمقتطف وباختصار، قال على انه تحاور، كان مفروض يقول اودي راه كان حوار غير مع خمسه المركزيات الاكثر تمثيليه في مقدمه الدوريه، ما يقولش تحاورت مع وتشاورنا مع. هذا 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 خطا، هذا خطا ما يمكنش يدار، يعني ما يصدرش على الاداره. هذا واحد. الدوريه 336 اللي صدرت اول دوريه هذه فيها تعليمات السيد وزير الداخليه للعمال والولاة كتعلق بالتغطيه الاجتماعيه للعمال غير الاجراء، بمعنى ان السائقي سياره الاجره هم عمال غير اجراء وما خاضعين للنظام التغطيه الاجتماعيه الجديد. هذا اتفاق السي احمد بينه وبين الحكومات السابقه في 2009 حكومه عباس الفاسي وقعنا معه، وكان هو مطلب ديالكم هذا التغطيه اكيد، لانه في المطالب الاساسيه ديالنا في التفاوض مع الحكومات السابقه منذ حكومه التناوب، حكومه تدريج التقنقراطيه، حكومه عباس الفاسي، كنا كنلوحوا على ان هذه الفئه في قطاع النقل الطرقي ضمن الحق ديالها في الجانب الاجتماعي والمتعلق بالانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. في ذاك الفتره الامور تتحول وتتطور كتطور، يعني ما نجيوش في هذه الفتره ونقولوا هذا راه مكتب او شيء اعطته لنا الحكومه، لا، هذا شيء خلاه الحكومات السابقه بناء على اتفاقيات 2009 يونيو 2009. هذه الدوريه 336 هي تعليمات، 444 تعليمات، 750 تعليمات، كي غنعطي انا تعديلات فيها او بنود راه تعليمات مبنيه على اتفاق، اتفاق معامل مع واحد خمسه النقابات. هاد خمسه النقابات اليوم يحتجون ويستنكرون على اصدار دوريه 750 اللي ما كانش فيها تشاور، بمعنى الامور ما كانش واضحه. دابا تهضر لي على الدوريه، تعطيني ارقام تاع الدوريات. نعم. اشنو المؤخرات ديالكم على الدوريه مثلا 333 444؟ اشنو المؤخرات ديالكم؟ نعم. المؤخذه الاولى هو ان كان في التفاوض مع وزاره الداخليه والمصالح ديالها بخصوص الاستغلال او السائقين المهنيين. ونبغي نوضح واحد النقطه، لان الدوريه 444 ما جابتش الجديد،
بمعنى ان المهنيه ديال التعاقد جابت الدوريه 108 باش ما نغلطوش الناس ما يقولوش بعض النقابات لا راه جابت الجديد او تكريس او المهنيه. بالعكس حنا كنا جميع النقابات بما فيهم خمسه النقابات كان في واحد الفتره كان تنسيق موسع كنا كنطالبوا بقانون منظم ما خصش اللغه ديالنا تتبدل. ولو اننا ما عندناش حنا احزاب داخل قبه البرلمان اللي غادي نتواصلوا معهم باش يدافعوا، حنا كنتفاوضوا عن بعد، كنضغطوا عن بعد، اما هذه المركزيات لهم ينالون الحظ بان احزابهم ومركزياتهم تتواجدوا بالتشريع، المفروض خصهم يضغطوا بقانون منظم، علم انه كاين بعض النقابات اللي كذلك نالوا الحظ في الاغلبيه، احزاب ديالهم خدات الصداره، المفروض خصهم يضغطوا بقوه بان هذه الفئه ديال الطاكسي كيلقاوها دائما في الحملات الانتخابيه وكيستعنوا بها وكيديروا بها مؤتمرات، المفروض انهم يكافئوهم بقانون منظم، لا داعي باش نجيو حنا للدوريات اليوم، اش بغينا الدوريات؟ قانون منظم يعني غادي يدير القطيعه كيحتاجوا لقانون منظم اكيد توالي الدوريه كاين فراغ قانوني كاين عرف باقي سائد كاين عندنا اشكال كي غادي نزيد القضيه تتعلق غير بقطاع سيارات الاجره ولا القطاع تعلق هو قطاع النقل الطرقي كيعرف واحد الاعداد ديال الاختلالات على حسب القانون المنظم واش غير بالسيارات الاجره ولا بالنقل الطرقي القطاع الطاكسي القانون المنظم حيت كاين فيه الكريم ما يعرف بالمأدونيه هذه الكريمه المفروض ان عرفات واحد السنوات ديال العهد القديم جا الاستقلال الناس استفدوا من الريع اللي خدا كريمه الطاكسي اللي خدا كريمه كار اللي خدا كريمه اللي خدا بقاع اللي خدا مقالع الرمال اللي خدا البحار اللي خدا المكافاه على انهم ساهموا في المقاومه كما يدعون ولكن اليوم احنا في واحد المرحله ان الشعب المغربي كله يقاوم من اجل الاستقرار ضمان العيش الكريم مفروض ان هذا الموضوع ديال الكريمه نقلبوا على بدائل لان الدوله اليوم تبحث عن الموارد العنصر البشري الى بغينا نخليوه يساهم في الاقتصاد الوطني لان ما عندناش حنا ثروات ربما غير ما بيناش ما عندناش البترول ما عندناش هذه غنقولوا ما هو في الظاهر ولكن باش نخليوه حنا ما يعرف بالكريمه مواطن او مواطنه عنده رخصه وكاره الواحد وهذاك هو اللي مساهم في الاقتصاد الوطني وفي الاخر تجي الدوريه 750 ونقولوا مصير ديالك ديال الشغل مرتبط بوفاه مول الكريمه الدوريه 750 ان السيد الوزير قال لهم الا مات مول الكريمه ما عندوش الورثه واللي غيدير لي تحويل ما عندوش اللي ورثه الله يعاون صافي والا كان سائق مهني توفى دوز 20 عام هو المكسب الرزق ديال العائله ديالو اذا هذيك الزوجه والمصير ديال الابناء انهم غادا تلغى لهم لان كاين علاش تورث الزوجه لان كاين في الموضوع لان التعليمات في الموضوع ديال 750 كتقول كاين تحويل رخص المأدونيات تحويل الكريمه يعني الاجراءات اللي غتتم وتغيير نقط الانطلاق والالغاء الاستغلال يعني هذا اشكال السيد الوزير خصو يعرف بان هاد الناس اللي كيتوفر اللي عندهم عقود عرفيه واللي عندهم عقود نموذجيه وعندهم مشاكل في المحاكم دابا الان المفروض ان الدوريه خصها تجي صارمه بانني انا مو الرخصه انا الوزير انا وزاره الداخليه انا اللي كنعطي هذه الرخصه يعني الاختصاص ديالي غنمارسو اذا القضاء خصو يوقف هاد العمليه ديال الترافع اي واحد مول الكريمه غادي يمشي للقضاء غادي يترفض له الطلب بمعنى انه كاين قرار وزاري ديال وزير الداخليه اللي رفعوا للسيد وزير العدل والرئيس الحكومه لانه خصو يكون تنسيق هنا ما كان عندناش تنسيق في الحكومه وما يمكنش وزير الداخليه مكون من مكون الحكومه وكاين وزير العدل خصو يكون تنسيق في هذا الباب ماشي انت تخرج دوريات والاحكام كتنزل لنا بحال الشتاء دابا عندنا حالات دابا حالات ديال احكام قضائيه في حق المهنيين دابا مهني مزاول 20 عام انا عندي حاله دابا البارح 20 سنه دابا جا حكم باستخلاص الغرامه التهديديه لانه ما بغاش ينفذ الحكم باش يعطي المول الكريمه الرخصه ويمشي يتشرد وهذا الامتناع غير وارد في القانون الجنائي يعني القانون الجنائي ديال التحقير المقر القضائي هادشي وضحنا العداله من ناحيه المنطق تتبان المساله الدوريه تتبان عندها واحد شويه المنطق لان السيد اللي مستفد من الكريمه يعني توفى منطقيا الكريمه خصها توقف علاش شو ما رافضين هذه الفكره
راه الوقف سائق ماني يمشي عاوتاني عند واحد اخر وهذا امور ما يمكنش ما يمكنش اسمح السي احمد واش هذه مثلا الكريمه تولي تورد حتى هي يعني هذو الناس يرفضوا هذه القضيه تقول لك ما يمكنش الكريمه هي تورد لا احنا علاش قلنا قانون منظم باش ننتهيو من هذا من هذا الضجه وهذا الخلال وهذا التداخل يعني في هذا القانون المنظم كيفاش تقترح هذه الفكره تاع ان التوريد تاع الكريمات لا احنا قلنا قانون منظم غادي يوليو رخاص للسائقين المهنيين المزاولين والناس اللي عندهم كريم على غرار نعطيك على غرار بعض القطاعات يعني قطاع نقل المسافرين لما جا الرباح داروا قرار جري دفتر تحملات دفتر تحملات والكريم مالهم داروا في الضو معاهم شوف كيفاش فكوا معاهم داك الشيء كاع ما كيبينوه هما الا بغاو يحلوا المشاكل كيعرفوا ولكن حيت هما عارفين شكون المستفيد من هاد الكريمات هادو هما اللي الكريم شوف كنقابات واش فتحتوا حوارات مع مثلا الاحزاب السياسيه سيرتوا انكم نتوما كما قلتي ما تليش في البرلمان واش فتحتوا هاد الحوار باش تفسروا لهاد الناس لهاد المشاكل ديالك دابا سي احمد ما يمكنش نضربوا الشمس بالغربال حنا لقينا الاحزاب السياسيه في تدبير الشان العام باش يتواصلوا فاتحين بعدا مقرات ديالهم اللي كيتخلصوا عليها باش يتلاقاو مع المواطن والمواطنات عادي يناقشوا معنا حنا موضوع ما علينا انه كاين ناس وهذا خصنا نقولوا الواقع ناس اللي مستفيدين من الكريم هما في قبه البرلمان عائلاتهم في الادارات كاين عائلات وهادشي معروف كيفاش غادي نوصلوا حنا بمبدا وبرؤيه اصلاحيه وبغينا ننميو البلاد وما كاينش واحد التعاون راه هنا في كيكون التكافل بمعنى هذا الموظف اللي كيتقاضى وعنده امتيازات عنده امتيازات علاش غتبقى انت ضاغط خانق واحد المستضعف اللي خدام عليك 20 عام وتقول له غتعطيني 50000 ريال وملي تسالي المده وضاغطين اكثر بمعنى خص قرار جريء يوم هلقى الدوريه تخرجوا لم يصلحوا شيئا الا التوقف مثلا نعطيك مثال دابا غير اللي عنده عقد نموذجي كاع قال لي رضينا بالهم والهم رضى بينا مهني عنده عقد نموذجي سالات المده في الدوريه هذا جاء على لسان بعض المسؤولين في المصالح التابعه لوزاره الداخليه خاصه مدينه الدار البيضاء قولوا اودي هذا السيد الى امتنع مول الكريمه غادي نسحبوا له الكريمه قرار ديال السحب وانت غادي دير واحد الاشهاد بتعليق او توقيف الاستغلال تنقلبوا لك على كريمه الى جاب الله يعني سير انت مول الكريمه ما رشقتش ليه او عنده مشكل مع الاداره غنوقفوا له الرخصه وانت غنوقفوا لك الاستغلال عندك عائله وعندك كره وعندك وليدات وعندك مصائب كحله هو راه عنده امتيازات الا وقفوا له الرخصه راه عنده كريم اخرين عنده امتيازات انت عندك الله غنوقفوك وانتظر فين غيخدم وفين هاد الكريمه وانتم بغيتوا ديروا بغيتوا تحبسوا هاد الكريم فين هما هاد الكريم اللي غينزلوا غادي شي غيبطوا غتنزل الشتا بالكريم غير باش يكري ولا التلاعب يعني بالنسبه لك انت بالخروج من هاد المازق قولوا خاص قانون منظم اكيد تعطير الاجره انا المطلب اللي قلته في لقاءات وبخصوص التنسيق اللي انا مع النقابه ديالنا مع واحد العدد ديال الهيئات في التنسيق الوطني اللي اكدنا في مراسلات في شهر 4 في شهر 5 راسلنا السيد رئيس الحكومه ووزير الداخليه قلنا توقيف هذه الدوريات وفتح تفاوض سمعوا لنا خذوا الملاحظات ديالنا ونخرجوهم ونعطيكم ملف متكامل الى كنا على حق مرحبا كنا غير كنتكلموا غير هكاك من فراغ الاعلام الفاصل بيننا وبين وزاره الداخليه الراي العام الوطني والدولي والاعلام ديالنا هذا من جهه الى قلنا احنا توقيف هاد الدوريات الى حين التفاوض لانك السيد وزير الداخليه قلتي التفاوض ما تفوتيش معنا ما ناقشتي معنا ما سمعتي لنا ما ذكرنا وكنطلب باش تكون ايام دراسيه اللي تشرف عليها وزاره الداخليه وطنيا وعندنا المقرات تبارك الله تابعه لوزاره الداخليه اللي غتستهان بها وما نقصيو حتى واحد مادام عندنا كاينه مقاربه فعلا خصها تبان في ارض الواقع من يدعي ما ليس فيه كذبته شواهد الامتحان اذا وزاره الداخليه المقاربه ديالها خصها تبان في ارض الواقع ويسمعوا لنا باش يعرفونا فعلا فين غاديين حنا راه ما كندافعوش شي حد الريع الا خلينا حتى في الاستغلال اذا سنكرس دائما هذا المأزق اللي كيعيش القطاع واللي هو تيحتضن واحد الاعداد ديال المواطنين والمواطنات اليوم كل شيء تيستنكر ما يمكنش واحد هيئات غتقول ودي انا عندي محضر اتفاق كما جاء الاخوان ديالنا في الخماسيه عندهم محضر اتفاق وقعوا مع الكاتب العام وزاره الداخليه حنا استدعينا انا شخصيا اتصلت بوزاره الداخليه باش نجيو في تنسيق سداسي
انا جاوبتهم هاتفيا قلت لهم ودي واش غيكون نقاش حول هذا مضامين الاتفاق، لان من حقنا اتفقتوا مع خمسه النقابات، حنا سته النقابات خصنا نناقشوا. قال لي لا غتجيو غير توقعوا على هذاك الاتفاق اللي ما يمكنش، هذه راه ماشي مقاربه، هذا راه القمع. اذا لكن فعلا الانفتاح الحقيقي باش نناقشوا، وفعلا الكلام اللي قلناه احنا وصلنا ليه. اذا حتى الاخوان خمسه النقابات هم الان يستنكرون على الدوريه اللي صدرت 750. لو كان فعلا تفاوض مبني على صدق وموثق كيف ما جاء في محضر اتفاق، الوزاره ما يمكنلهاش تخرج على النطاق ديال الاتفاق وتخرج لنا دوريه 750 كما جاء على لسان الاخوه في الخماسيه. المفروض انهم خصهم يحتاروا ونبدا ديال الاتفاق ديال التمثيليات النقابيه تتمثل القطاع. اليوم ما نجيش غنبداو نبكيو على الاطلال او نبداو نقولوا لا وندورو نقولوا للمهنيين لا هادشي ما مقبولش. في الاول كان انه يكون توافق عفوا مع جميع التمثيليات النقابيه باش ما نخليوش هاد الغموض وهاد الضبابيه، وحنا عايشين غير باقيين مضاربين غير في قرارات في بنود. وفين هو تأهيل القطاع؟ والزمن يسرقونا ونحن نعيش في الازمه. كيفاش بغينا نقضوا الازمه والناس يسائلوننا ويسألون هاد الدعم ديال الغازوال اين هو؟ الموضوع ديال القرارات وقول دابا غير الاشكال السي احمد، وهذه نقطه مهمه اللي غربطها بالخيرات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. الاداره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دابا كتراس المهنيين باش يخلصوا المستحقات، ووزاره الداخليه مخرجه قرار ديال الالغاء الاستغلال باش غيخلص هذا السيد كي غنديروا ليه، والناس كتوقفوا فيهم وكتوقف لهم الاستغلال. اذا هاد الدوريه 336 ما تبناتش على المعقول. اذا هذا ضرب للدوريه 336 وضرب للضهائر وضرب لواحد العدد ديال المقررات والقوانين المعمول بها. ما يخليوناش حنا كنقابات نقريو، ما حنا كنستافدوا منهم. هم اداره كيتخلصوا من الخزينه ديال الدوله، لهم مؤهلات باش يمارسوا العمل ديالهم داخل المكاتب ديال البيروات. حنا خصهم يتفاوضوا معنا يسمعوا لنا، حنا كنجتهدوا فعلا، ولكن التفاوض لابد انه باش يخلص بتوافق بيننا وبين الاداره. ما دام ان الرغبه ديال الاداره وزاره الداخليه والحكومه باغت اهل القطاع وتنظموا ولكن بموضوعيه. قس على ذلك النقل السري بالتطبيقات دابا الان الذي يصول ويجول دون حاسب ولا رقيب. ورسلنا الوزاره منذ العهد الاول من 2014 الى يومنا هذا مخلي الفوضى في الشارع العام. من اخر هذا السي مصطفى كحيل، شكرا جزيلا على قبول الدعوه، متتبعي قناه انفاس بريس، الى اللقاء فرصه قادمه ان شاء الله.